اللقطه اللي جايه لقطه مميزه جدا، لان احنا بنتكلم بقى على ازاي النادي الاهلي ليه تاثير في القاره الافريقيه سواء من الشمال حتى الجنوب. هنروح للجنوب، جنوب افريقيا، وكان في النهارده رساله دعم من نادي سان داونز من خلال مديره الفني بيتسو موسيماني، وايضا مدير النواحي اللوجستيه والمنسق العام لفريق سان داونز الاستاذ خالد علي، ووجهوا رساله دعم لاحد نجوم النادي الاهلي مؤمن زكريا. نتابع في هذه اللقطه ثم نعود لان في مداخله مهمه جدا. السلام عليكم مؤمن، ان شاء الله ترجع بألف سلام بيتسو موسيماني مديره سان داونز. السلام عليكم مؤمن، بنبلغك تحيات مجلس إدارة فريق ماميلودي سان داونز، لاعبين، جهاز فني، كلهم بيدعوا لك بالشفاء العاجل إن شاء الله، وبيتمنوا لك إنك ترجع بألف سلامة لبيتك ولأسرتك ولجمهورك الحبيب. كل الدعم ليك. كل الدعم ليك يا مؤمن، وكل الدعم لمؤمن زكريا خلال الفترة اللي جاية. بالمناسبة الفيديو ده عمل انتشار كبير جدا ورهيب على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، ودي بقى الرسالة اللي احنا بنتكلم عليها، ان النادي الاهلي الحمد لله ظاهر بشكل جيد خلال البطولات الافريقية وعامل تواصل مميز مع كل الاندية وبالتأكيد نادي سان داونز. طيب